مبروك. عشو؟ مبروك employee of the month. ألف مبروك. ألف مبروك. شو قلكم شلاق؟ لا عم تمزحوا معي؟ لا بتستاهليها. عن جد بتستاهليها. يا الله ميرسي. مبروك مبروك. كلنا بنعرف انه ارقام هذا الشهر كانوا دوبل عن الشهر الماضي. نايس. والبلان هو اكيد انه نكفي شغل مثل ما نحن عم نشتغل حتى نضل عم نكبر. حضرت هالبرزنتيشن، جمعت فيها كل الداتا والارقام تنحكي فيهم ان ديتيلز. بس شكله تلت اللابتوب. Anyway رح كفي نرجع نحكي فيهم ليتر. بس اهم شغله بدي اياكم تعرفوها هو انه الاستراتيجي اللي عم نمشي عليها هي جويا. اللي وصلتنا لهون. جويا بعرف شو بدك تقولي. جويا وصلتك بالحديث. شت او ماي جاد حرام عن جد. جويا يا سوري جويا لا ما بصدق شو صار هلا ولا شو هالقرف شو صار لك هلا منيح ما بدها هالقد لا مش انت بتقرر اذا بدها هالقد الله مش هتصدق شو صار هلا شو صار كنا برا بالكونفرنس روم وما بعرف شو صار اصلا نجلة قاعدة بالكونفرنس روم عم نعمل برزنتيشن انا صراحه ما في اشتغل معك شخص شو بدي اعمل هلا شو بدي اعمل تمت اللابتوب فتح صور مين بعد بيوظفك هلا يا هبلة يا هبلة اصلا انتو كيف بتوظفوا هيك حدا يعني طلعت صوره عم بوس بنت عتمها جويا لسبيان ايه عم خبريك ايه يعني ما في ولا سياسه بالشركه بتمنع شيء في حال نسيتي قري البوليسيز تبع الشركة